كنت متوقع أنه الأغنية تحقق نجاح ممكن، لكن كل هذا النجاح توقعته؟ لا طبعا ما لا, لا 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 مش آه. مش ما توقعتش نجاح، ما توقعتش كل هذا النجاح، وما حدش يقدر يتوقع كل لا هذا النجاح. ما انا كان سؤالي محدد، بقول لحضرتك انه انت ممكن تكون توقعت النجاح، لكن هل كنت تتوقع هذا النجاح المبهر؟ لا طبعا، مين يقدر يتوقع وهذا الانتشار و... لا 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 خالص خالص. كنت اتمنى ان يحصل حاجه زي كده. لا كان في خضه فظيعه في البدايه طبعا، يعني كان في خضه كبيره قوي، مش متخيل اللي حاصل يعني، بس بفضل الله عديت المرحله دي الحمد لله، يعني دخلت في الاجواء يعني. وتفائلتوا بقى ببعض انت والاستاذ ناصر؟ هو في احلى من النجاح اللي خلينا نتفائل ببعض طبعا يعني. طيب انا بس هسالك سؤال يعني مهم جدا. اتفضل. ملطشه القلوب دي يعني خدت منك وقت قد ايه علشان تكتبها؟ انت اللي كاتبها ولا حد تاني؟ ملطشه القلوب كلمات صابر كمال، لحن بلال سرور، توزيع رامي سمير، هندسه صوتيه لهاني محروس، انتاج فري ميوزك ناصر محروس. بلال سرور ملحن متميز، صابر كمال شاعر متميز جدا جدا جدا، وده بان في المفردات اللي هم كاتبينها في ملطشة قلوب، وهيبان اكتر في ضارب علوي بقى في الغنوة. اسمها ضارب علوي؟ اسمها ضارب علوي، كلمات بجد؟ صابر كمال. انت بتختار الكلمات الصادمة على فكرة. والله هو استاذ ناصر ملطشة القلوب وضارب علوي، كمل كمل يعني حضرتك. التميز في اختيار الكلام ولما يبقى لحن شيك وحلو ومتميز برضو ايوه بيميزك في مكان كويس، لان في كلام مش ناس كتيره بتجرؤ ان هي تغنيه، بتخاف منه.